إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم. احنا نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف، كان في المجال العلمي المجال الفكري. وهذا يقودني إلى مسألة البحث العلمي اللي هو أمر هام جدا. حوار مع باحث، قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة. المعطيات استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي احنا جالسين نشتغل فيه حاليا. فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين. المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام أجل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء معرفي متجدد من برنامجكم حوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع نقترب من مشروع بحثي ممول عن طريق مجلس البحث العلمي، أو نقترب من تلك المشاريع الفائزة في مختلف المسابقات والبرامج التي يشرف عليها المجلس. كنا في الأسبوع الماضي قد التقينا بالفائز بالمركز الأول في جائزة الغرفة للابتكار لعام 2019، وفي هذه الحلقة سنلتقي بالفائز بالمركز الثاني، فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا. عزيز الباحث، عزيزة الباحثة، يتم تقديم المقترحات البحثية في المجالات الاستراتيجية التي يتم الإعلان عنها عبر النظام الإلكتروني لتقديم المقترحات البحثية بموقع مجلس البحث العلمي. وفي حالات استثنائية يمكن للباحث تقديم المقترح في نسخة ورقية بدلا من النظام الإلكتروني للمجلس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، نلتقي من خلالها مع الفائز بالمركز الثاني في جائزة الغرفة للابتكار 2019، وهو شهاب بن حمد الشافعي. أهلا ومرحبا بك شهاب معنا في برنامج حوار مع باحث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ راشد. بداية نشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن الشركة وعن منتجنا المبتكر. حياكم الله، نرحب بك، ومباشرة من خلالك نود أن نعطي المستمعين الكرام الفكرة العامة عن مشروع تنين المطاط الذي فاز بالمركز الثاني. بخصوص تنين المطاط، هو فكرة جاءت علينا في مقرر دراسين في كلية تقنية بشناط، وكان في إشراف الأستاذ محمد الكلاب. كانت متطلبات هذه المادة عمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تجاري. فجاءت فكرة الشركة وهي إعادة تدوير الإطارات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية. من ضمن هذه المنتجات كان هو التنين المطاطي، وهو عبارة عن عازل صوت وحرارة ومياه يستخدم في المباني. ممتاز. طيب، هذه الفكرة تعمل إذن على تطوير منتج يأتي من إعادة التدوير، لكن مما يتكون تحديدا هذا المنتج، وما هي المكونات والعناصر التي يشتمل عليها؟ طبعا الإطار بداية يتكون من ثلاث مكونات رئيسية. نعم. هي عبارة عن حبيبات المطاط وسيوط الفايبر والأسلاك الحديدية. نقوم بفصل هذه المواد عن بعضها البعض باستخدام الآلات الميكانيكية. نعم. بعدها نأخذ هذه حبيبات المطاط نضيف لها مواد كيميائية درجات حرارة معينة وضغط معين لتكون مادة لتتحول إلى مادة عازلة للصوت والحرارة والمياه في منتج واحد تستخدم في أسقف المنازل وبين الجدران لعملية العزل الحراري والصوتي والمائي. جميل. طيب، أنتم في المستقبل ترجون أن تكون هناك شركة صغيرة أو متوسطة لمنتجكم تساهم في رفد الاقتصاد العماني. الآن ما هي المراحل التي يمر بها هذا المنتج وصولا إلى شكله النهائي؟ بداية طبعا هذه الشركة راح تكون فيها ثلاث خطوط إنتاج. نعم. طبعا مثل ما ذكرت سابقا أن الإطار يتكون من ثلاث منتجات رئيسية.
الخط الإنتاج الأولي للمصنع راح فقط نقوم بفصل هذه المواد عن بعضها البعض ونبيعها لشركات ذات الاختصاص. طبعا حبيبات المطاط تستخدم في إنتاج الطاقة، في رصب الطرق، وأيضا في إنتاج البلاط وفي الملاعب والماراثونات. أما بخصوص الأسلاك الحديدية فهي تباع لأصحاب الخردة ومصانع إعادة تدوير الأسلاك الحديدية والحديد. بخصوص قيود الفايبر تستخدم في مصانع النسيج وأيضا في الفصات الاستراتيجية. الخط الإنتاج الثاني من المصنع راح نعيد تشكيل هذه الحبيبات المطاط في إنتاج البلاط وفي استخدامه في الماراثونات. أما بخصوص الخط الإنتاج الثالث للمصنع راح يكون هي هذه المادة المبتكرة والمنتج الأول من نوعه وهي العوازل الصوتية والحرارة والمياه تستخدم في المنازل إن شاء الله. طيب شهاب، الآن هل كل إطار يصلح إلى إعادة تدويره؟ يعني يصلح إلى أن يحول إلى خيوط فايبر، أسلاك حديد، وحبيبات المطاط؟ إيش مواصفات الإطارات التي تقومون بإعادة تدويرها؟ كل الإطارات الثالثة المرمية في المرادم نقوم بإعادة تدويرها بالكامل ونستفيد منها بالكامل. تنفصلها عن طريق مواد عن طريق آلات ميكانيكية نستخدم فيها خاصية المغناطيس وأيضا خاصية الضغط الهوائي لفصل هذه المواد. جميل، معنى ذلك أنكم تحتاجون إلى كميات كبيرة من الإطارات. أكيد بالفعل، فالإطارات إذا أعطيك إحصائيات الإطارات الموجودة معنا في السلطنة يوميا تسير على طرقات السلطنة أكثر من مليونين سيارة. مليونين سيارة في أربع إطارات يعطينا 8 مليون إطار مرمي خلال 5 سنوات تقريبا في المرادم في السلطنة. وعندنا ثقافة التدوير الإطارات لا زالت في بداياتها معنا في السلطنة. نحن إن شاء الله راح نساهم ونكون مساهمين في إعادة تدوير هذه الإطارات وحماية البيئة إن شاء الله. نعم، طيب معنى ذلك أن هذه الإطارات سيتم الاستفادة منها في الخروج بمنتجات أخرى. ما المراحل التي يمر بها أو تمر بها هذه الإطارات حتى نصل بشكلها النهائي؟ ما هي الإمكانيات التي يجب توافرها في الآلات والمعدات والمصنع الذي تنوون إنشائه ضمن الشركة العمانية لإعادة التدوير؟ بخصوص الشركة طبعا راح يكون موقعها في ولاية صحار إن شاء الله. طبعا الإطارات راح نحصل عليها إن شاء الله من شركة بيئة بحكم هي المسؤول الأول عن إدارة النفايات في السلطنة وأيضا عن طريق المحلات بيع هذه الإطارات. راح نستفيد من هذه الإطارات ونجلبها معنا في المصنع. الآلات راح نستوردها إن شاء الله وراح يتم تقطيعها، مثل ما ذكرت أن المصنع راح يمر بثلاث مراحل لتقليل التكلفة وأيضا البدء في المشروع بخطوات ثابتة إن شاء الله. نعم، هل له علاقة يعني اختيار مسمى تنين المطاط ب طبيعة هذه المنتجات وطبيعة هذه الإطارات التي تقومون بإعادة تدويرها؟ تنين المطاط أو دراجون رابر هذا مسمى المنتج المبتكر فقط اللي هو عازل الصوت والحرارة والمياه. بخصوص المنتجات التسعة اللي ذكرتها سابقا، هذه المنتجات موجودة في شركات خارج السلطنة تشتغل عليها وتقوم بإعادة التدوير، وهذه المنتجات وصلنا هنا إلى السلطنة. فحن ليش ما نستفيد من هذه الإطارات نقوم بإعادة تدويرها هنا معانا في السلطنة؟ وأيضا تمتلك شركتنا مثل ما ذكرت المنتج الأول من نوعه على مستوى المنطقة وحتى العالم وهو عبارة عن هذه العوازل. نعم. فحن بالتالي نقوم بإعادة تدوير هذه الإطارات والمنتجاتنا يستفيد منها السوق المحلي وأيضا السوق العالمي بإذن الله. نعم، طيب الآن يعني كيف تتم حاليا يعني كيف تتم معالجة الإطارات التالفة في السلطنة؟ كيف يستفاد منها؟ حاليا الإطارات التالفة مرمية، لا زالت مرمية معنا في المرادم. معنا في مصانع إنتاجيتها لا زالت بعدها لا زالت ضعيفة خلنا أقول بشكل عام، ولكن عدد الإطارات لا زال كبير ويجب التخلص منها بإعادة تدويرها. مثل ما ذكرت 8 مليون إطار خلال 5 سنوات يحتاج إلى مصانع تقوم بإعادة تدوير هذه الإطارات. نعم، ذكرت المصانع الموجودة معنا فقط تقوم بفصل هذه المواد الخيوط الفايبر والأسلاك الحديدية وحبيبات المطاط وتصديرها إلى المصانع التي تشتغل على تشكيل هذه الإطارات. أما بخصوص التصنيع الحبيبات بخصوص تصنيعها إلى بلاط أو تستخدم في الإسفلت أو تستخدم حتى في الماراثونات لا زالت غير موجودة معنا في السلطنة. نعم، طيب ذكرت شهاب أنكم ستعرضونها إلى درجة حرارة معينة ثم ضغط معين حتى تتحول إلى عازل صوت وحرارة ومياه للمباني. الآن هذا المطاط أو تنين المطاط تحديدا في منتجكم، ما هي الخصائص والميزات التي يتميز بها عن بقية المنتجات الأخرى الموجودة في السوق؟
أكيد طبعا، مثل ما ذكرت العوازل اللي تستخدم في المنازل موجودة وأنواع كثيرة. يميز منتجنا طبعا هو عازل صوت وحرارة ومياه في منتج واحد، ومن إعادة تدوير الإطارات. طبعا لا يتأثر بدرجات الحرارة، وأيضا سهل التركيب ويقاوم الضغط، وليه نسبة منخفضة أيضا من المركبات العضوية المتطايرة، وتكلفته قليلة مقارنة بالمنتجات الثانية، وأيضا معاه تدويره 100% وقابل لإعادة تدويره بالكامل في نهاية دورة حياته، ويقلل من تأثير درجة الحرارة على المباني، ويجعل المباني أكثر مريحة. نعم. ويدوم لفترة طويلة، ويقلل من انتشار أيضا الحرائق بحكم أنه عازل للحرارة، ويمنع تسريب المياه في أسطح المباني، وأيضا يقلل من استهلاك الطاقة في المباني. نعم. طيب إذا ما عرفنا أن هناك يعني ربما شركات أو مشروعات تقوم بأفكار مشابهة لما ستقومون به، كيف من الممكن أنكم تستفيدوا من أفكار هذه الشركات القائمة أساسا؟ بخصوص العوازل الموجودة معانا في الأسواق، ما في عازل 3-1 مثل منتجنا اللي معانا حن اللي ابتكرناه، وما في عوازل موجودة من إعادة تدوير الإطارات. في موجود عوازل للصوت فقط موجودة، لكن عازلنا ما يميز أن عازل صوت وحرارة ومياه، فبيكون بمنافس بحكم أن الإطارات ومواد الخام بتكون بسعر رمزي أو حتى بتكون بالمجان، فهذا ما راح يساهم أن منتجنا راح يحصل إقبال معانا في السوق، وأيضا المنتج يسوق نفسه بنفسه. نعم. وتسويق المنتج راح يكون مع القطاعات الإنشاءات، الشركات المختصة في قطاع الإنشاءات، وأيضا المحلات اللي تبيع هذه العوازل. نعم. طيب شاب، هل ستنسقون للتواصل مع مستثمرين من داخل أو خارج السلطنة حتى يتم التعاون فيما بينكم لتأسيس الشركة وتكثير خطوط الإنتاج والخروج بمنتجات عديدة؟ أستأذنك شاب بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف معكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير في برنامج حوار مع باحث. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل بإمكانكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس البحث العلمي عبر @trc_oman في تويتر، فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام، ولمن يريد سماع مختلف حواراتنا وحلقاتنا. حوار مع باحث. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع، ومعنا شهاب بن حمد الشافعي الفائز بالمركز الثاني في جائزة الغرفة للابتكار لعام 2019 عن مشروع تنين المطاط. أهلا ومرحبا بك شهاب مجددا، وكنا قبل الفاصل نتساءل عن مدى تعاونكم مع مستثمرين محليين أو دوليين للخروج بمنتجات أوسع أيضا في المستقبل. طبعا بخصوص الاستثمارات، حن شاركنا في أكثر من معرض سواء كان خارج السلطنة أو داخل السلطنة للحصول على المستثمر اللي ممكن إنه يساعدنا ويتشارك معنا في هذا المشروع، بحكم أقدر أقول عنه إنه ممكن يكون في المستقبل مشروع قومي واستغلال هذه الإطارات. وفي تواصل أيضا مع غرفة التجارة والصناعة في عمان، وفي تواصل مع سعادة سيف اليوسف رئيس مجلس الإدارة بخصوص هذا الموضوع، وفي ما شاء الله ما مقصر معانا ودعمنا لآخر الحدود. نعم، نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. شهاب، كيف نظرت أيضا كمبتكر إلى وجود مثل هذه الجوائز، جائزة الغرفة للابتكار نموذجا لدعم الشباب والمبتكرين في السلطنة؟ طبعا حصولنا كان على المركز الثاني هو تكريم وتشجيع لنا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتكون الشركة واقعا ورافدا اقتصاديا. طبعا هذه الجائزة ليست الوحيدة اللي حصلنا عليها، قبل هذه الجائزة كنا محصلين على المركز الأول على مستوى المشاركات الدولية في القاهرة، حصلنا على الميدالية الذهبية، وقبلها حصلنا أيضا على ثاني أفضل شركة ناشئة من جائزة الرؤية الاقتصادية، وأيضا حصلنا على المركز الثالث في ملتقى الابتكار في جامعة الشرقية، وأيضا حصلنا على المركز الثاني في هذه الجائزة، ومثل ما ذكرت هو تشجيع لنا للاستمرار، وإن شاء الله تكون الشركة واقع
في المستقبل، وإن شاء الله يكون رافد اقتصادي للبلد بإذن الله تعالى. نتوجه في ختام هذا اللقاء بجزيل الشكر والتقدير لك شهاب بن حمد الشافعي الفائز بالمركز الثاني في جائزة الغرفة للابتكار لعام 2019 عن مشروع تنين المطاط. شكرا لك يا شهاب. شكرا على دعمكم المتواصل للشباب العماني وبراز طاقاتهم ووافقكم. شكرا جزيلا لك. كما نتوجه لكم مستمعين الكرام بجزيل الشكر والتقدير والتحية لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. يتجدد اللقاء في الأسبوع القادم. إلى الملتقى. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.